كل شيء يعرفنا هنا. بمجرد الوصول نلتقي في ترحيب المكان حين تنطق الحجارة بصوتها الخفي ونحن نخط أقدامنا في المدينة. هنا يبتسم لنا بائع الكعك والجريدة ويطمئننا ثوب سيدة بألوان العلم. يحضننا السور بدفء تماماً كما يحضر المدينة. نقف أمام أبوابها ونمشي على إيقاع القلوب المتلهفة للقاء ما خبأه السور. داخل السور لليوم نبدأه من باب العمود. نخطو أولى عتبات البلدة القديمة في القدس مع ابن القدس المقدسي الأستاذ أحمد أبو سلعوم. أهلاً وسهلاً فيك. يا صباح القدس وصباح النعومة والقطايف والخضار الطازجة وبوابات القدس السبعة اللي فاتحة ذراعيها بترحب في كل ضيوفها وفي كل أهلها. بدايتنا اليوم من باب العمود، باب دمشق. نعم. وبوابة نابلس أيضاً. نعم صحيح. ماذا تحكي لنا عن باب العمود؟ هو باب العمود يعتبر أكبر أبواب البلدة القديمة السبعة، طبعا إلى تقريبا على بعد أقل من نص كيلو بكون باب الساهرة، وسمي هكذا لأنه كان في الجيوش في الفتح الإسلامي عينيهم ساهرة. طبعا لأنه السور هذا مش رقم واحد، يعني في كثير أسوار بنيت ما قبل. هذا بني في 1540 كما أذكر على يد سليمان القانوني، وهناك الباب اللي ما لوش يعني 200 وشوية سنة اللي هو الباب الجديد. باب العمود، باب نابلس، باب بوابة دمشق، وباب بوابة هدريان. العمود عشان في عمود هدريان حطه الإمبراطور، أو يعني سمي باسم الإمبراطور الروماني، وهو أكبر عمود فسمي باب العمود. نابلس لأنه نابلس إلى الشمال، نابلس دمشق الصغرى، وكانت هنا يا لما البلاد واحدة ولم تكن تفصلها حدود حتى جاء سايكس البريطاني وبيكو الفرنسي وقسموا الوطن العربي. الآن بوابة دمشق لأنه زي ما قلنا هي فاتحة لبلاد الشام لما كانوا يجوا من بلاد الشام. باب العمود ربما فعلا من أجمل الأبواب، وخلينا نقول لك هيك يعني من القلب. يا راكبين الخيل زوروا حبيبتكم، وإن قصرت لخيول شدوا لهمتكم، ميلوا عخان الزيت في القدس القديم البيت. وإن شفتوا عرياني عالباب مصلوبي، وإن شفتوا عرياني عالباب مصلوبي، غطوها هدي خيتي. يا سلام. هكذا قال الشاعر الفيلسوف حسين برغوثي رحمه الله عن القدس. دخلنا هالباب وهناك أكثر من مفترق لطرق وعتبات وحواري. نعم. تحكي لنا عن باب العمود وما خلفه، خلف السور. يعني هو باب العمود أول ما بلاقيك على اليد اليسرى على الشمال اطلوع يؤدي إلى حارة السعدية وإلى أعلى منطقة في القدس القديمة. طبعا وبمحاذاة الكتف الأيسر لبوابة العمود من الداخل جامع الشيخ لولو المشهور جدا جدا. طبعاً إذا نزلت لتحت أول حارة على اليمين حارة الجبشة التي تفضي إلى حارة النصارى، ومن ثم يفترق بابان مهمين جداً جداً، أسواق مهمة جداً اللي هو سوق باب خان الزيت اللي يفضي إلى أيضاً تفرعاته كثيرة جداً جداً، لكن نهايته في سوق العطارين ومن ثم سوق اللحمين و حتى باب النبي داود. لو بدي أخص شهر رمضان الكريم تحكي لي عن طفولتك وذكرياتك في باب العمود. رمضان عارف شو؟ في رمضان المبارك القدس بتنقلب، القدس خاصة العتيقة بتنقلب لمتحف، تتلألأ فيها الأضواء، العالم، الناس،
مش كما تصورها الإعلام أو يصورها الإعلام الصهيوني إنه وكأنه قنبلة نووية. رمضان 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 عملهم بخوف الناس، لا يا عم تيجي الناس وتصلي الناس وتشتري الناس. القدس فاتحة ذراعيها كما أنتم ترون باب العمود، لا أهلها ولا زوارها، ودائما كانت بيت آمن للجميع. فلماذا هذا التهويل وهذا التخويف؟ هذه أشياء مقصودة وإحنا يعني كاشفينها وعارفينها. على كل الأحوال أحلى ما في الطفولة لما كنا نروح نحوي الحواية، هذه مسألة يعني طقس فولكلور رمضاني قديم. كنا نعرف إنه فلان مقرش مع يعني مع مصاري نلم 6-7 أولاد وبنات ونروح نحوي لبنت مدللة عنده أو ولد، عارف، ونصير نحوي له مثلا لا مالينا يوحيا وكويسي يوحيا وعريسي يوحيا ضو القمر يوحيا ولا البدر يوحيا وتعد فلوس يوحيا طبعا وفي الاخر يعطونا اللي فيه النصيب وهو الفوانيس النعومه البرازق المقدسيه اللي بتشهي الكعك المعمول القطائف والصلوات والعبادات خاصة لصلاة التراويح. أنا بتمنى على أهل القدس وعلى كل من يستطيع زيارة القدس أنه يجي في رمضان، لأنه ما فيش أحلى من رمضان في القدس. وكمقدسي وابن القدس بحب أعرف بعيونك ماذا يعني لك باب العمود والقدس؟ باب العمود عارفة يعني أنا صار لي هان تقريباً بقعد حظيت بأنه أنا بقول للمرين، في ناس بيجوا بيسلموا علي وكذا بتصوروا، بقول لهم أنتم يجب أن تحمدوا الله في كل ثانية إنكم سكان القدس أهل القدس. ودائما بنقولها إحنا كان في طفولتنا كان في إشي جميل، كنت تشوفي هيك حنان الناس، وكان يجي على القدس على المسجد الأقصى كبار الشيوخ زي أصوات من السماء زي عبد الباسط عبد الصمد الشيخ عبد الباسط الشيخ مصطفى اسماعيل شيخ القراء هيك تحسي في انه كل سنتيمتر في هذه المدينه متغلغل في شرايينك. انا كينونتي تتماهى لدرجه الذوبان في هذه المدينه التي احب، ولدت فيها ساظل فيها ونموت ونحتضنها أو تحتضننا في ترابها الطاهر إن شاء الله. يعطيك طول العمر يا رب. الله يسعدك. شكرا يا رب. الله يخلي القدس وأهلها يا رب. شكرا كثير. ندخل السور من باب العمود متجهين إلى بداية السوق، وفي اللحظة التي تكشف لنا الشمس تفاصيله قبل وصولنا موقع العمود القديم، إلى اليسار في أول الطريق المتجه إلى حارة السعدية نزور مسجد المجاهد بدر الدين لؤلؤ ضمن مجمع عرف تاريخياً بالزاوية اللؤلؤية المنسوبة إلى واقفها بدر الدين لؤلؤ غازي أمير البحرية في عهد صلاح الدين الأيوبي، والذي أسسه في عام 781 للهجرة. نتأمل معاً الفن المعماري في بناء المسجد، فنرى عقداً دائرياً مفتوحاً بين قبوين متصلين ومحراب وساحة. كان المسجد في بداية تأسيسه بيتاً للصلاة، عمل المجلس الإسلامي الأعلى على توسعته ليشمل مدرسة لتعليم القرآن ومبادئ القراءة والكتابة والحساب عام 1947، عرفت بمدرسة الاستقلال العربية.
في القدس حكايات تطول ولا تنتهي، نستمع إلى واحدة منها مع العم أبو الرائد. أهلا وسهلا فيك عمي. يا أهلا بيك. تحكي لنا قصة هالمصنع وهالحرفة اللي امتهنتوها من حياة الوالد الله يرحمه. تعيشي. أول شيء المصنع هذا بدار جبريني له تقريبا 160 سنة. احنا زي ما قلتي الجيل الثاني من 160 سنة، رحمة الوالد اشتغل فيه 108 سنين، اشتغل من سن 7 سنين فيه لسن 110 112 وهو يشتغل فيه، واحنا كملنا. احنا 6 اخوة، ما حداش بده ياخذ المصنع من اخوتي الكبار، احنا صغار الاثنين اللي هو انا وابو ابراهيم اخذنا المصنع وضلنا مستمرين. فاحنا تقريبا بلشنا فيه من 82، الوالد توفى ب 92، استمرنا نشتغل على نفس الطريقه اللي تعلمناها من رحمه الوالد لحد الان، نشتغل عن طريق مي وملح، قشر السمسم وبشكرته وفصل القشر عن السمسمه وشطفه وتحميصه عن طريق فرن عربي وطحنه على احجار بركانيه. طبعا شغله مش تجاريه قد ما هي شغله يعني تراث ومتمسكين في التراث هذا. قديش بتعني لك فعليا؟ كثير بتعني لي، لانه انا صح لي اطلع برا كثير وافتح مصانع كثير وجتني اغراءات كثيره، اطلع على اثيوبيا واطلع على تل ابيب اسوي شغل في تل ابيب وفي الرمله وفي الليد، كان عندي اغراءات كبيره من البلديه انه يساعدوني كثير افتح مصنع كبير انتاج كميه 10 طن و15 طن، لكن انا بشتغل هون في اليوم 70 80 كيلو ومبسوط عليهم كثير. طب احكي لي عن ارتباطك بالمدينة بالقدس، يعني الصبح لما بتطلع من بيتك بتمرق من باب العمود وصولا الى هذا المحل، شو الاشياء اللي تتخيلش حياتك بدونها؟ الحلوة احنا فينا احنا ما بنطلعش من باب العمود، احنا دارنا فوق شغلنا، بنشتغل بنطلع مرتاح خطوتين كلها، الطبقة الثانية دارنا انا وابو ابراهيم، دارنا فوق المحل. بس احنا انا من النوعية اللي اذا بطلع من الاسوار المدينة بنخنق. في تطوير مثلا للشغل ولا بتحافظوا على عاداتكم القديمه في طريقه احنا التصنيع؟ على عاداتنا القديمه، احنا شغلنا صعب كثير على فكره، يكون معلومكم الشغل بدني كثير، يعني مجهود بدني، فاحنا محافظ على الطريقه القديمه في الشغل، ان كان في السيرج في صناعه السيرج اللي هو عن طريق الفرن العربي والكسبه الصناعه يدويه، ولا ان كان الطحينه بنطحن عن طريق احجار بلديه، مع انه اليوم في ماكينات بتطحن بالساعه اللي بطحنوا الحجر بعشر ايام، ولكن احنا محافظين على الطريقه تبعتنا والحمد لله مبسوطين في الشغل تبعنا. الطحينه هذه البيضه بنشيلها عن طريق مي وملح فصل القشره وطبعا كله نفس العمليه، بس هذا بتحمصش، هذا بتنشف تنشيف. هذا طحينه البيضه. هلا عندنا طحينه حمراء، هذه بتتحمص تقريبا بين 8 ل 10 ساعات بالفرن. هذه منها بنسوي السيرج اللي هو زيت السمسم وبنسوي الكسبه. في عندنا طحينه الازحه، هذه بنطحنها شوية زي ما قلت كل فترة بنطحنها شوية منها طحينة الزحة. هلا في عندنا طحينة بقشرها، هذه طحينة اللي هي الحبة الكاملة بنقولها، ما كناش نعملها بس كثير من الزباين بيطلبوها، لأنه فعلا طلع إنه في القشرة في نسبة كالسيوم وحديد 14 ضعف الحليب ومشتقاته. كل سنة وأنتم سالمين ورمضان كريم وأهلا وسهلا في اللي بده يجي يزور القدس. من داخل السور ننهي الحكاية برسالة أمل وترحاب من أبناء القدس للعالم بحلول شهر رمضان الكريم. إلى اللقاء في حلقة جديدة.